بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة معاكم دكتور محمد الحسيني، استشاري جراحة التجميل والحروق بمستشفى الموسى التخصصي. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على الخطوط الجراحية، الخيوط الجراحية التجميلية. فإن شاء الله نبدأ بأسئلتنا وإن شاء الله نستفيد، وممكن أي أسئلة تانية ليها علاقة بالتجميل إن شاء الله. في أسئلة جات لنا، هل هناك بديل للجراحة بدل خيوط التجميل؟ لا، الجراحة طبعا جراحة تجميلية دي كانت بتتعمل زمان، اللي هي جراحة شد الوجه، ودي عن طريق الجراحة. دلوقتي في بدائل ليها الخيوط التجميلية، ولكن دي مؤقتة. يعني الفرق بين الجراحة والخيوط التجميلية ان الجراحة دي لمدة سنوات طويلة جدا، تصل الى 10 سنوات. اما الخيوط الجراحية او التجميلية دي بتبقى فترة محددة، فما لهمش علاقة ببعض خالص، دي حاجة ودي حاجة. بالنسبة للأسعار، في ناس بتكتب أسئلة بالنسبة للأسعار وكده، أنتوا ممكن حضرتك بس عن طريق المستشفى نعرف الأسعار ونعرف كل حاجة إن شاء الله بإذن الله. في أسئلة تانية، ما هو علاج حب الشباب مع أن سني 30 سنة وما زالت تظهر لي حبوب شباب؟ لا، بالنسبة لحبوب الشباب ما لهاش علاقة بجراحة التجميل، جراحة التجميل بس مختصة بالأثار المترتبة على حبوب الشباب. لكن حب الشباب علاجه فعلا مع استشاري الجلدية، لكن إذا العلاج استمر وحصل تحسن بس في اثار او ندبات في الوجه، دي بتبقى ليها علاقه بجراحه التجميل عن طريق صنفره الوجه او عن طريق بعض الليزر. في سؤال كمان موجود، هل فيلر الانف يناسب الكل؟ لا، بالنسبه لجراحات الانف، جراحه التجميل الانف طبعا هي الجراحه الدائمه، ولكن اذا كان في حاجات بسيطه، يعني مثلا مريض سوى جراحه تجميل بالانف والنتيجه مش عجباه او ناقص حاجه بسيطه، رتوش زي ما بنقول، ممكن نستعيد عنها بالفيلر. ولكن الجراحه مثلا عنده مشكله في الحاجز الانفي، عنده مشكله في فتحه الانف، في تفلطح في فتحه الانف، عنده مشكله في مقدمه الانف فيها كبر، لا مش هينفع في وقتها، الوقت ده مش هينفع معاه الفيلر. الاصح والاحسن اللي هو جراحات التجميل ان شاء الله باذن الله. في كمان سؤال جالنا دلوقتي على علاج الحروق. طبعا المستشفى عندنا هنا بصدد انشاء مركز لعلاج الحروق، سنتر يعني بيرن سنتر، ولكن احنا عندنا بنستقبل الحالات البسيطه اللي هي ممكن لغايه 20% حروق، سواء حروق ناريه، حروق كهربائيه، حروق كيميائيه. ففي عندنا فعلا علاج الحروق، ولكن ما عندناش لسه سنتر بيرن سنتر لاستقبال الحالات الكبيره، ولكن بنعالج الحروق عندنا هنا بالمستشفى، سواء في العياده الخارجيه او عن طريق التنويم والعمليات الجراحية طبعا الخاصة بالحروق. بالنسبة للخيوط، جالنا سؤال برضو تاني بالنسبة للخيوط، التأثير بتاعها. خيوط جراحة التجميل دي خيوط مؤقتة زي ما اتفقنا في أول اللقاء، بتستمر في بعض الأحيان لغاية سنة ونص، لكن 6 شهور هي بتقعد من سنة ونص. كل ما الوقت بيعدي، يعني هي اول ما بنعملها النتيجه ما بتبقاش باينه في الوقت الحالي، بعدها بشهر بتبدا تظهر الاثار بتاعه الخيوط، فبتبدا يحصل شد للجلد نتيجه حدوث بعض التليفات داخل الجلد. التليفات دي بترسب الكولاجين اللي هو مسؤول عن شد الوجه. في سؤال جالنا، هل البوتوكس بيسبب السرطان كما يدعي البعض؟ لا طبعا، البوتوكس لو احنا جينا عرفنا البوتوكس عباره عن ايه، البوتوكس دي عباره عن زي تطعيم الاطفال. تطعيم الاطفال عباره عن ايه؟ عباره عن سميات مخففه. دي بتعمل ايه؟ بتعمل حاجه من نوع توقف للعضله اللي انا عايز اوقف الشغل بتاعها. دي فتره مؤقته بتقعد من 4 لـ6 شهور، ملهاش علاقه خالص بالسرطانات ولا الاورام. هي امنه ان شاء الله، وبتتاخد حسب الجرعات اللي الطبيب بيحددها وحسب المريض وحسب سنه. بالنسبة للبوتوكس بيتعمل، العمر بتاعه مش محدد قوي قد ما هو، هل هو المريض محتاج ولا مش محتاج. يعني ما ينفعش نعمل بوتوكس كوقائي انه عشان ما يحصلش تجاعيد، لا، لازم اعمل بوتوكس ويكون المريض فعلا في حاجة اليه. يعني ما ينفعش ان انا اعمل بوتوكس عشان المريض ما يحصلوش تجاعيد او ما يحصلوش اثار السن، لا، اعمل بوتوكس اول ما يظهر. والاحسن من كل ده ان انا احاول ما استهلكش عضلات وجهي في حاجات غلط زي العبوس الكتير،
اللي هو التكشير يعني كشر بين الحاجبين، زي ان انا اقرا او اشوف اشاهد اي حاجه في غرفه مظلمه، فبالتالي ابدا اعمل كشكشه لعيني. كل دي بتعمل اثار لعضلات الوجه، لكن الابتسامه الضحك اللي هو فيه هدوء كل ده بيؤدي الى الوجه بيبقى مريح، وفي نفس الوقت ما يحصلش فيه الاثار السن والعمر. برضو كان في سؤال جالنا، كيف اتفادى زور التجاعيد؟ ده اللي انا قلته من شويه لسه، ان انا احاول بقدر المستطاع ما استهلكش وجهي في امور ما لهاش اي لازمه، زي مثلا زي ما قلت من شويه ان انا اعمل عبوس بوجهي، ان انا اعمل حركه بوجهي غلط، فكل ده بيبقى مش صح على مدى العمر. في سؤال جالنا برضو بالنسبه لشد الصدر، في طبعا في حاجات كتيره جدا لتكبير الثدي او شده، في الجراحه العاديه خالص، وفي السيليكون، وفي نفس الدهون الذاتيه اللي انا باخد دهون من مريض نفسه من مكان معين وبعمل لها حقن تاني، اعاده حقن مره اخرى في الثديين. بس اهم من كل ده ان لازم يكون الثدي ما فيهوش سقوط، يعني ما فيهوش ترهل زياده عن اللزوم، في ترهل بسيط، فالدهون ممكن تقوم بعمل السيليكون، لكن السيليكون طبعا هو مع الوقت هو الاضمن لمده طويله، بيقعد لعشرات السنين. نتكلم شويه برضو عن الخيوط التجميليه. طبعا ظهرت في الاونه الاخيره الخيوط الفرنسيه والخيوط الذهبيه والخيوط الالمانيه والخيوط الروسيه، كلها بصراحه مسميات انا رايي الشخصي ملهاش اي لازمه، هي كلها هي خيوط الفكره واحده، اللي هي بدخل خيط عن طريق مخدر موضعي وفي بعض الاحيان بدون مخدر. الخيط ده بيحمل له سرو، يعني خلال الخيط ده في ابره بتمر تحت الجلد، يعني في المنطقه الدهنيه من الوجه. الخيوط دي او الابره دي فيها او الخيط نفسه فيه زي الكلاليب او زي الخطافات، دي بتخش تحت الجلد، لما بدخل الابره وبخرجها الخيط بيفضل جوه بالكلاليب بتاعته، بتعمل شد للطبقه الدهنيه ومعاها الجلد. بعد فتره بيحصل نوع انواع التليفات، التليفات دي بتحفز الكولاجين ان هو يبدا يترسب، فيبدا يعمل شد للوجه. ولكن شد للوجه بالمفهوم لا، ده بيجي بالجراحه، لان احنا بنعمل في الوقت ده ان انا بعمل خياطه للعضله من الداخل. اما الخيوط الجراحيه هي بتعمل شد للجلد، فما تبقاش دائمه، بتبقى مؤقته، بتستمر من سنه لسنه ونص. فحكايه الفرنسيه الناس بتسال عليها وتبقى حريصه قوي، عندكم الخيوط الفرنسيه في المستشفى، عندكم الخيوط الالمانيه في المستشفى، دي مسميات، لان الفرنسيه بالذات اول واحد عمل الخيوط دي كان فرنسي، فاطلق اللقب ده ومبقاش يتعمل خلاص، الطريقه بتاعته مبقاش تتعمل زي زمان. في سؤال جالنا دلوقتي، تكبير الصدر بالسيليكون يؤثر على الرضاعه الطبيعيه، وهل السيليكون فعلا يحمي من سرطان الثدي؟ السيليكون لا يؤثر على الرضاعه، لانه السيليكون بيوضع لإما تحت العضله الصدريه او تحت الثدي مباشره، ملوش علاقه خالص بالثدي، فبالتالي احساس الحلمه موجود، الرضاعه الطبيعيه موجوده ان شاء الله. حكايه السيليكون بيحمي من سرطان الثدي دي لا، مفيش حاجه بتقول كده. سرطان الثدي ده ممكن يجي لاي حد في اي وقت في اي عمر في اي سن، ملوش علاقه باي لا بسيليكون ولا باي حاجه خالص، فبالتالي السيليكون ملوش علاقه ان هو يحمي من سرطان الثدي. نرجع تاني للخيوط، فبالتالي الخيوط الجراحيه دي احنا لما بنستخدمها نوع من انواع شد الجلد اللي بيحصل له ساعات ترهلات نتيجة فقدان الوزن الفجائي، تقدم العمر، بس طبعا أحسن سن ليها من سن 30 لسن 50. في سؤال جالنا دلوقتي، طيب اللي عنده كرش من بعد الحمل والولادة إيه هو يعمله غير العمليات الجراحية؟ يحاول بقدر المستطاع أنه يعمل رياضة، يمارس الرياضة، يعمل حمية، يحاول ياخد نظام غذائي معين. في بقى عمليات المعدة لو كان وزنه يعني معدي اللي هو بنسميها السمنة المفرطة. هل ممكن التخلص من خطوط الابتسامة بالكريمات؟
طبعا في كريمات طبعا حاجه اسمها كاموفلاج خداع بصري، ولكن انها تنتهي نهائيا لا طبعا. في بعض الاشخاص حتى بعض المراكز التجميل اللي هي المشاغل وكده بتعمل حاجات زي الميك اب او كده، دي ملهاش علاقه خالص بالجراحات ولا بالتجميل، عشان بس تخفي الـ 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 الخطوط، بس ما هي موجوده اوريدي. في سؤال جالنا برضو، ما علاج الهالات تحت العين؟ هل هناك مرهم طبي؟ لا، بالنسبة للمرهم الطبي ما فيش مراهم في الوقت الحالي، ولكن في إبر النضارة، ممكن البلازما بتساعد. وطبعا قبل ما نعمل أي حاجة من الحاجات دي، إن احنا نحاول نخلي المريض يعمل تحليل الدم، شوف عنده أنيميا ولا لا، نخليه يشرب مية كتير. الحاجات دي كلها ممكن بتأثر، ما تخلوش يسهر بالليل زيادة عن اللزوم، كل دي بتأثر على العين وبتجهد العين، فالاحسن ان هو يعمل تحليل الاول وبعد كده ممكن البلازما او ابر النضاره. سبب التجعيد زي ما قلت من شويه ملهاش علاقه بالسن، هي ليها علاقه بسوء استخدام الوجه. يعني وجدوا ان العضلات المسؤوله عن الغضب او مسؤوله عن العبوس او مسؤوله عن الزعل، عضلات كلها كتيره اولا جدا، وفي نفس الوقت بتمسك في الجلد، يعني العضلة بتمسك جزء منها في العظم والنهاية بتاعت العضلة بتمسك في الجلد. وجدوا ان العضلات المسؤولة عن الفرح والابتسامة والضحك عضلات قليلة، فبالتالي انا لما استهلك العضلات اللي هي بتعمل عنف في الوجه او غضب بتخلي التجاعيد تزيد اكتر. وهو ده للأسف العصر اللي احنا عايشين فيه، على طول الام متوترة، على طول الاب في عمله في ستريس، على طول الناس كلها في غضب وفي شده، والناس كلها ما حدش بيحتمل حد. فدي من الاسباب الكبيره قوي اللي بتخلي التجاعيد تظهر في سن صغير. وممكن كمان برضو من الحاجات الحديثه السمنه المفرطه، لما بيعملوا عمليات المعده اللي هي عمليات ربط المعده او التحويل او اي حاجه من الحاجات دي، بيحصل سقوط مباشر في وزن الجسم بيؤدي الى ترهل الوجه طبعا بما فيه الجسم طبعا. فدي من الحاجات اللي هي ممكن تسبب التجاعيد. نرجع تاني لكلامنا عن الخيوط التجميلية. في طبعا الخيوط التجميلية اللي احنا ما كلمناش عنها اللي هي الدائمة. دي الدائمة بتعمل ايه؟ عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن بنفتح فتحة صغيرة في الشعر في مقدمة الرأس في المنطقة دي كده، وعن طريقها بندخل ابر او حسب المكان اللي انا عايزه، سواء انا عايز ارفع الحواجب، عايز مثلا اعمل شد للوجنة من هنا، او للفك من اسفل في المنطقه دي، او للرقبه. هم دول الاربع اماكن اللي احنا بنشتغل عليهم، اللي هو الحاجبين، الوجنه او الخدين، زاويه الفك، والرقبه. بندخل بنعمل فتحه صغيره، دي عن طريق الجراحه طبعا، فتحه صغيره، وبندخل خيط معين بيعمل شد للجلد، شد للعضله، متاسف، شد للعضله، كاني بعمل جراحه بالظبط، شد للعضله، وده بتبقى دائمه بقى. لكن الخيوط العادية دي ملهاش علاقة بالعضلات، ليها علاقة زي ما قلنا بالجلد وطبقة الشحم الأسفل الجلد. فهي دي اللي هي بتبقى الخطوط الجراحية الدائمة. بس وجدوا إنها بعد فترة إن الخيوط دي ممكن تعمل آثار على الجلد من الخارج، وبالتالي تبقى سايبة ندبات. فدي ما بقناش نستخدمها برضو زي زمان. في سؤال جالنا، هل عمل تدليك للوجه باليدين يخفف من التجاعيد والخطوط عند الذقن؟ بس هي طبعا نسيت تكتب الذال. انا مش خبره طبعا في عمليات التدليك، ولكن زي ما اتفقنا وقلنا قبل كده ان التجاعيد الموجوده في الوجه سهل قوي حلها ان انا ما اخليهاش تحصل بقدر المستطاع. احاول ان انا اعمل ما اعملش حركات بوجهي فيها غضب او فيها عنف او فيها اثاره، لا اخلي وجهي مبتسم بسيط، فبالتالي التجاعيد ما تظهرش. لكن المساج ملوش علاقه قوي، لان خلاص اوريدي العضله عملت اثار على الجلد، والمساج ملوش علاقه بالجلد، المساج بيبقى له علاقه بالعضلات اكتر وبانبساط العضله نفسه. لا للاسف عمليات التأميل لا يشملها، هي كلها طبعا حاجات كاش كلها، حتى الخدمات اللي بنعملها في العياده سواء البوتوكس او الفيلر او الخيوط الجراحيه، لا دي بتبقى كاش، المريض
التأمين ما بيغطيهاش. فبالتالي الخيوط زي ما قلنا هي خيوط هي بسيطة جدا، بتبقى حاجة مؤقتة لبعض الأحداث اللي بتحصل للمريض، إنه بيحصل له بيفقد وزنه فبيحصل جلد شوية بيترهل أو جلد بيبقى زيادة شوية، فإحنا بنبقى عايزين نعمل له شد بسيط. فعن طريق الخيوط دي بتتعمل في العيادة، بتاخد حوالي من نص ساعة لساعة، وهي إن شاء الله بتبقى حاجة بسيطة جدا. وفي بعض أنواع الخيوط من غير مخدر خالص، بتبقى يعني عبارة عن كريم مقلل للألم بيدهن على الوجه بس. كان برضو في ناس بتسأل سؤال برضو، ازاي هل الخيوط التجميلية اقدر استخدمها في مريض عنده حروق، يعني مريض حصل له حروق وحصل له اثار، هل الاثار دي تقدر بالخيوط تعمل؟ لا للأسف الشديد لا، لان الحروق النتيجة بتاعتها بيحصل تليفات عنيفة جدا وبتخلي طبقة الجلد مختلفة عن طبقة الجلد السليمة، فلا تسمح بمرور الابرة اللي هي الرفيعة جدا، ابرة الخيوط الجراحية دي ابرة رفيعة جدا، لو كنا شفناها متأسف ابرة رفيعة جدا، فبالتالي مش هتدخل تحت الجلد اللي هو محروق، فبالتالي مش هتسيب مش هقدر اعالج بيها كويس الاثار. بالنسبة للهالات السمراء اللي هي برضو بنتكلم عنها برضو، في طبعا كريمات بتفتح اللون بناخدها، سواء الكريمات دي الهالات دي ممكن هالات سوداء تحت العين او اثار حروق بتبقى لونها سمرة شوية، او اثار جراحة بيبقى فيها لون اسمر، في هالات في كريمات بتضيع اللون ان شاء الله. احنا متابعين معاكم اسئلة خاصة بالخيوط التجميلية او اي حاجة متعلقة بجراحة التجميل ان شاء الله. نرجع برضو على كلمة فيلر الأنف، عشان شفت برضو ان بيذكر كتير. فيلر الأنف زي ما اتفقنا ان هو بيعمل علاج لبعض العيوب البسيطة جدا في الأنف. مثلا زي ما قلنا مريضة عملت عملية تجميل او مريض عمل عملية تجميل وفي جزء صغير هو حاسس ان هو لسه مش مظبوط شوية، ممكن نعطي فيه ابرة فيلر في المكان اللي هو منخسف شوية، بحيث ان احنا نعمل ارتفاع يبقى مساوي للأنف. لكن لو في واحد عنده مشكلة فعلا كبيرة، الأنف كبير زيادة عن اللزوم، او فتحات الأنف ضخمة، او في عظمة كبيرة زايدة، كل دي هيبقى صعب اصلاحها بالفيلر. والفيلر اهم حاجة فيه لما احنا بندي فيلر بنخلي المريض في الاول خالص بالذات ما يلبسش نظارة، لو هو بيلبس نظارة نقول له ما تلبسهاش، لان النظارة تملي بيبقى فيها مسند اهي زي ما انتم شايفين معايا، انا بيبقى فيه مسند على الانف وانا بلحق غالبا في المنطقة دي، فالنظارة مش مستحبة اول 48 ساعة واكتر كمان ممكن 72 ساعة، ونحاول نخلي المريض ينام على ظهره ما ينامش على الجناب عشان المادة تثبت في المكان اللي انا عملت فيه. في بعض العمليات ساعات بيبقى فيه ناحية اكبر من ناحية او ناحية اضخم من ناحية، فممكن في الوقت ده ان انا استخدم الفيلر. لا طبعا سؤال حلو جدا على تأثير الحاجز الأنفي على تعديل الأنف. احنا درسنا والطبيعي كده في خلقة الله سبحانه وتعالى ان الحاجز الأنفي المفروض ان هو في المنتصف، لو حصل اي اعوجاج للحاجز الأنفي على طول الأنفي بيتبعه، يعني لو الحاجز الأنفي بهذا الوضع اتجه لليمين الحاجز الأنفي تلقائي الأنف هيتجه معاه لليمين، وتلقائي لو اتجه للشمال هيتجه للشمال، فبالتالي لو احنا عملنا تعديل للحاجز الانفي شكل الانف من بره ان شاء الله هيتغير، الا اذا كان في مشكله من الاول او في كسر قديم او في حاجه تانية غير اعوجاج الانف. طبعا في ناس بتسال ممكن احول بشرتي السمراء الى بشره بيضاء؟ طبعا الكلام ده غير علمي او غير طبي، لا دي طبعا لان دي البشره مسؤوله عنها خلايا اسمها الميلانين، ميلانوسايت، دي بتفرز الميلانين، وده الميلانين له خواص معينه بتبقى موجوده في الجسم وبتحمي الجلد، يعني البشره السمراء اللي الناس بتبقى مش حباها قوي بالعكس بتحمي الجلد من سرطانات الجلد.
فدي من الحاجات الكويسه. فلا التحويل، لكن انا ممكن احول اللون الغامق اللي هو بسبب نتيجه حروق، نتيجه عمليه جراحيه، نتيجه حادث، نتيجه احتكاك وعرق شديد مثلا، احوله للون الطبيعي بتاع الجلد عن طريق استخدام كريمات مفتحه للون. لكن ان انا احول البشره، الكلام ده حتى لو انتوا سمعتوه بيحصل بره، في زي مثلا مايكل جاكسون لما غير وجهه تماما الى اللون الابيض، ده في منتهى الخطوره، لانه بيمنع تكون الصبغه في الجلد، فبالتالي بيعرض الجلد لسرطانات غير طبيعيه. فطبعا الكلام ده علميا وطبيا غلط طبعا خالص. لا، بالنسبه اللي كاتب عمليه الحاجز الانفي مع استئصال اللوزتين، لا طبعا ده خاص بجراحه الانف والاذن، لكن الحاجز الانفي اللي بتكلم عليه خاص بعمليات التجميل، لكن اللوزتين دول تبع الانف والاذن. بالنسبه للاوبيزيتي او السمنه الكبيره او السمنه المفرطه، طبعا احسن حل ليها طالما كثافه كتله الجسم عدت ال 35 ودخل على ال 40، لا الاحسن طبعا جراحات السمنه اللي هي التكميم والتحويل، وساعات كمان بيبقى في بعض الاحيان بنستخدم بالون عشان نقلل الوزن عشان المريض يدخل يعمل جراحه اللي هي جراحه المعده وكده. والبول بقدر المستطاع هو لو يقدر يعمل حميه دايت كويسه ويعمل رياضه، يمارس رياضه ويتحرك، ان شاء الله اعتقد يستفيد ان شاء الله باذن الله. اثار الحبوب زي ما اتكلمنا من شويه، بنعملها عن طريق الصنفره الجراحيه، والصنفره الجراحيه دي عباره عن جهاز اسمه ديرما رولر، ده جهاز بسيط جدا عباره عن زي رؤوس الدبابيس الصغيره، ليها سمك معين ودايمتر معين حسب الندبات الموجوده في الوجه عقب حب الشباب، بنقدر نعمل لها صنفره. تبقى عباره عن جلسات بتاخد كل اسبوع في العياده، وان شاء الله بتجيب نتائج كويسه. لكن في بعض الندبات بتبقى عنيفه جدا نتيجه الاهمال في العلاج في البدايه، او البشره دهنيه جدا وما اتعالجتش لغايه دلوقتي، فدي محتاجه نوع من انواع الصنفره اللي هو ممكن يتعمل تحت مخدر عام. بصنفر بزي الحاجه اسمها ستون، زي الحجر، بيبقى اقوى من الديرما رولر، بتتعمل برضه ان شاء الله. طبعا اسمرار الاكواع والركب وكده اللي هو الكوع وكده، في بعض الاشخاص عندهم المناطق دي بيبقى فيها سمره نتيجه الضغط عليها او كده، في كريمات بتفتح اللون، بس طبعا الاحسن ان هو ما يبقاش في احتكاك مباشر بين الكوع او الركب وجزء صلب، لان ده بيوجد عنه الاحتكاك ده بيوجد عنده يخلي الجلد يتكاثر بسماكه شويه ويبدا يعمل لون غامق. كلمة تكسير الدهون دي كلمة مطاطة بصراحة، يعني مش قادر افهم معناها، ولكن اللي انا عارفه ان المريض لما بيتابع مع الدكتور بيقدر يحدد هل هو محتاج شفط دهون، محتاج رياضة، محتاج عمليات المعدة زي ما اتفقنا من شوية. لكن تكسير الدهون يعني مش قادر اجاوب عليها كاسم كمسمى. يعني الخطوط البيضاء سببها عمليات احنا بنسميها اليويو دايتنج. يعني ايه؟ عارفين اليويو اللي هو الحاجه المطاطه، اللي انا مره ابقى سمين وبعد كده اعمل حميه فاخس، وبعدين ارجع تاني ابقى سمين وبعدين ارجع تاني اخس. الجلد لا يحتمل ان هو يتمدد وينكمش، يتمدد وينكمش، فبيحصل ايه؟ بيحصل تكسير للكولاجين اللي هو موجود في طبقات الجلد الداخليه. نتيجه تكسير الكولاجين ده يبدا يحصل تمزق لبعض الاربطه بتاعه الجلد، تبدا تظهر الخطوط البيضاء. طبعا الخطوط البيضاء دي بتختلف من شخص للتاني، لو واحده بشرتها سمراء بتبقى خطوط سوداء او بنيه اللون، ساعات بتبقى لونها في البدايه احمر وبعدين بتتحول اللون الابيض. طبعا اللون الابيض ده يعني الى حد ما قريب من لون الجلد، لكن مفيش علاج معين ليها. ولكن الخطوط دي لو كانت في طريق الجراحه، يعني انا مثلا بعمل مريضه شد بطن وعندها خطوط كتيره اسفل السره نتيجة الولادات المتكررة، انها البطن بتنتفخ وبعدين بتقل زي ما تقولنا من شوية، لا ممكن انا في طريقي وانا بعمل الجراحة بتاعتي ان انا اشيل الجزء اللي هو فيه خطوط البيضاء،
لكن مفيش علاج ناجع ان انا اعمل ادي ابر في المنطقة دي او اعمل صنفرة في البتاع دي، لا مفيش حاجة زي كده. بالنسبة لعمليات السمنة طبعا احنا عندنا هنا من اكتر العمليات اللي بتتعمل في المستشفى. بالنسبة لعمليات الزنود والشد والكده، دي طبعا الاسعار زي ما اتفقنا من شوية بتخاطبوا المستشفى منسقة العمليات التجميل وهي بتقولكوا على الاسعار. طبعا بنعمل كل الحمد لله كل العمليات عندنا اجهزة حديثة جدا في المستشفى، فبنعمل كل العمليات اللي ليها علاقة بالسمنة او ما بعد فقدان الوزن، ودي طبعا موضوع كبير جدا فقدان الوزن ده في كل حتة في الجسم بداية من الرقبة حتى الركب. فبالتالي اي مكان في الجسم يحصل فيه ترهلات او فيه سمنة عندنا ليه عمليات، سواء شفط دهون او نحت او شد، العمليات اللي شد اللي هو الترهلات والسمنة وكده.